السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل متابعيني في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. أحييكم وتحية لكم من كل قلبي. قبل أن نتكلم في الموضوع الذي سوف أتكلم فيه، لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى ذكر سبحان الله وبحمده. موضوعنا بإذن الله تعالى عن علاج التجاعيد تحت العين والوجه وإزالة التجاعيد من الوجه جميعا. طيب، ما هي المكونات؟ المكونات عبارة عن 8 ملاعق كبيرة من ماء الورد، رقم 2 ملعقتين من زيت اللوز، رقم 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، رقم 4 ملعقة كبيرة من الجليسرين، رقم 5 ملعقة كبيرة من شمع العسل. تمام، يبقى احنا قلنا المكونات. طيب الطريقة وهي عبارة عن هنجيب شمع العسل النحل، يعني هنجمع شمع عسل النحل ثم نضيف عليه زيت الزيتون وزيت اللوز، رقم 2 هنخلط الجليسرين مع ماء الورد الدافي، ثم نقوم بإضافة هذا المزيج على شمع العسل، تمام، والزيوت. رقم 3 هنترك الكريم حتى يبرد، وبإمكانك استعماله على الوجه ومقاوم جدا للتجاعيد. وطبعا بإذن الله النتيجة دي ممتازة جدا وفعالة، وجابت نتيجة كويسة جدا مع ناس كتيرة، والناس كتيرة شكرتنا عليها، وأكتر من كم واحد طبقها والله وانبسط من هذه الوصفة. تحياتي للجميع، عايزين الوصفة دي تنتشر واكسبلور. وتحية لكل أخ ولكل أخت بتابعني في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية، وكان موضوع حلقتنا اليوم عن علاج التجاعيد حول العين والوجه. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروحوا دلوقتي زوروني في قناتي في اليوتيوب، اسم القناة أبو يوسف للوصفات الطبية، وزوروا قناتي أيضا في التيك توك، اسم القناة أيضا أبو يوسف للوصفات الطبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.